وبالعودة إلى موضوع مركز جرائم الحرب، ينضم إلينا الأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. بداية أستاذ عمر، انتقدتم تقرير الأمم المتحدة رغم إدانته للانتهاكات الجسيمة من قبل القوات الحكومية والميليشيات ضد الثوار. ما أهم تلك الانتقادات أستاذ عمر؟ ظهر في التقرير إدانة يعني واضحة لأوضاع حقوق الإنسان في العراق، ولا سيما التظاهرات الأخيرة، وفي كل مرة تظهر لنا هذه التقارير في نوع من التمويه ونوع من التضليل، وتحاول أن تحابي الحكومات وتحابي الأوضاع المأساوية في هذه المنطقة. وبالتالي هذا التقرير رغم إدانته الانتهاكات الجسيمة من قبل القوات الحكومية والميليشيات والتي أطلق عليها التقرير الطرف الثالث في أكثر من مرة. نعم سيد عمر، دعنا نتحدث عن هذا الطرف الثالث الذي يبحث عنه الجميع. يعني من برأيكم الطرف الثالث هذا الذي انتقدتم التقرير الأممي بشأنه أستاذ عمر، وهل هو معلوم لديكم؟ نعم، الطرف الثالث هو معلوم للجميع، وهي ميليشيا الحشد الشعبي والميليشيات الأخرى التي ظهرت وتحاول أن تقمع هذه التظاهرات. ودعني في عجالة بسيطة أن أقدم بعض الملاحظات التي سطرناها. ففي بداية الأمر اتهم التقرير في أكثر من موضع المتظاهرين بأنهم يستخدمون قنابل المولوتوف لإشعال المباني الحكومية وضد القوات الأمنية، مما استوجب رد القوات الحكومية عليه بفتح النار. وكذلك أشار أن المتظاهرين يقومون بأعمال تخريب والحرق، ولذا الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة في العراق تحث هؤلاء المتظاهرين على أنهم يجنحوا إلى السلمية وأنهم يتركوا هذا العنف، وبالتالي هذه الاتهام غير صحيح. ثانيا، استخدام تقرير عبارة بأن هناك مزاعم، يعني هذه المزاعم تؤكدها الكثير من الفيديوهات التي تؤكد على أن القوات الحكومية والميليشيات هي من تقتل وتضرب وتحرق وغيرها من الأفعال والحركات الخطيرة ضد المتظاهرين. ظهر أيضا يعني في التقرير تطهير الجسر من المتظاهرين. طيب، هذا الوصف يعني هو ليس محايد، وإنما هو يعني يظهر هذا التقرير من جهة حكومية أو من جهة غير حكومية، وبالتالي هذه العبارة لتطهير الجسر غير صحيحة ولا يجب أن تطلق من بعثة أممية محايدة. نعم أستاذ عمر، يعني التقرير اتهم المتظاهرين باستخدام العنف كما تعلمون، وهو ما ينكره المتظاهرون وتحدثتم عنه يعني جملة وتفصيلا ينكروه، بل ويؤكدون على سلميتهم. ما سبب ذهاب التقرير الأممي لمثل هذه الاتهامات برأيك؟ كما تحدثنا قبل قليل أنه يحابي أو يريد أن يغطي بعض الانتهاكات الجسيمة، ولا سيما استخدام القوة المفرطة، وأيضا أنه يعني تحاول البعثة الأمم المتحدة أن تعطي صورة يعني ضبابية حول استخدام القوات الحكومية لهذه الأعيرة النارية والأسلحة المتوسطة. وبالتالي فإن استخدام الأسلحة المتوسطة بحد ذاته هو يدين يعني موقف الأمم المتحدة من هذه الإجراءات، وأيضا يدين الحكومة، وبالتالي تريد أن تبعد هذه المسؤولية جزءا فجزءا عنها. نعم، مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، شكرا لانضمامك إلينا.